طيب شوف، احنا ما المفروض ان احنا بنشتغل عمل مؤسسي يا دكتور مصطفى، والتجاره والصناعه موجوده وكل الناس موجودين، الحكومه. احنا هندي الرخصه دي كده لكل المتقدمين لمده 3 شهور ونشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. بس ارجو ان احنا يعني واحنا بنعمل ده واحنا بنتحرك التحرك الكبير ده وبنفتح الباب قوي على اخره، يعني انت عارف ان اليات العمل والحوكمه يعني مش زي ما احنا عايزين في مصر. تمام. فبرضه احنا ما هو السبب في الـ واحنا اتكلمنا الكلام ده في المؤتمر اللي فات، يعني ان اللي انتوا بتعانوا منه احنا مش عايزينكم تعانوا منه، لان احنا يهمنا في الاخر اصل مش انتوا، احنا ده احنا كلنا مع بعض، ويهمنا ان البلد طبعا يهمنا ان تطلع قدام. لكن على كل حال 3 شهور الرخصه الذهبيه لكل من يتقدم، انا مش هحددها برقم دكتور مصطفى، ولكن ارجو ان احنا نبذل جهد شويه مع المستثمرين لان احنا ننفذ الالتزام ده لمده 3 اشهر ونراجع. لو الامور مشيت كويس ولقينا حجم الانجاز يعني كان مشجع، نقدر نفكر ان احنا نستكمل كده 3 شهور تانيين ولا لا، او نقول طب نرجع للنظام القديم اللي احنا اللي هو الرخصه الذهبيه للدكتور مصطفى. فاحنا هندي 3 شهور بالطريقه دي. شكرا يا فندم، شكرا يا فندم، كل التحيه يا فندم.